J'avais beaucoup de la peine, ces gens qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui. Quand on n'a que l'amour. مساء الخير. الليلة الحلقة العاشرة من برنامج أهواء، والقلب متعب بعناء الإقامة. سنسافر، سنرحل مع جمالية اللغة، لغة الحب والفن والجمال، اللغة العربية، ومع ضيفاتي الكريمات الشاعرة والروائية والكاتبة والإعلامية سهير المصادفي من مصر، والشاعرة وكاتبة ومقدمة برامج ثقافية كوثر الزين، هي بنت تونس لكنها متزوجة ومقيمة في فلسطين، أي أنها عربية متفرغة في كل مكان. ونحن في انتظار الصديق والأديب الروائي والكاتب كمال العيادي الذي سيلتحق بنا إن شاء الله بعد 5 دقائق. سنلتقي الآن مع أديبات الموجودات فيها في هذا البلاتو، لكن قبل ذلك أود أن أتقدم بالشكر للنيابة الخصوصية لبلدية تونس التي سمحت لنا منذ أسبوعين أن نستغل هذا الفضاء وننتج ما يمكن أن ننتجه في هذه اللحظات السعيدة، هي انتشار الثقافة، بما أن لقاءاتنا هذه الأسابيع مع ضيوف المعرض تونس للكتاب. سهير المصادفي هي روائية وباحثة وشاعرة ومترجمة مصرية، نالت دكتوراه فلسفة من موسكو، عملت رئيسة لتحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر، أصدرت هذه السلسلة إلى حد الآن بعتقد 120 عنوان صحيح. تمثل إضافة للمكتبة العربية ولمجهود الترجمة في العالم العربي. تحصلت على جائزة أندية فتيات الشارقة للشعر عن ديوان فتاة تجرب حتفها صحيح. وجائزة اتحاد كتاب مصر لأفضل رواية عن روايتها لهو الأباليسة صح. كوثر الزين هي شاعرة تونسية مقيمة في رام الله، متزوجة من فلسطيني، سنتحدث عن هذا. كوثر، قرأت لك وأنت تقدمين نفسك، ولا يمكن، قرأت مقال تقدمين نفسك، لا يمكن أن أقدمك أنا بنفس الطريقة الشاعرية التي قدمت بها نفسك. سأترك لك المجال. سهير هي مصرية الأصل والولادة والكل، ولكنها تونسية بالتبني، بما أنها متزوجة من الروائي والشاعر كمال العيادي المقيم حاليا منذ سنوات في مصر. سهير، كتبتي أنت، قلت أنك كنت تكتبين في البداية، كنت تكتبين القصائد ليقرأها والدي صحيح. من هذا الباب دخلت إلى ميدان الأدب صحيح. كتبت الشعر لكي يرضى عني أبي، وكان أديبا معجبا، كان صوفيا، وكان قارئا نهما، وكان معجبا للغاية بالشعر، وكان يقرأ الشعر ويحفظه، يحفظ المعلقات السابع ويحفظ كل أبيات المتنبي. وعندما أخبرت أن لي بعض المحاولات فرح فرحا كبيرا، وهو كان قد أسماني سهير على اسم الدكتورة سهير القلماوي الشهيرة التي كان يجلها ويحبها كثيرا. فالحقيقة كتير جدا 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 كنت مبسوطة ان انا اقوله اني انا بكتب شعر، وكان فرح بيا، خصوصا وان، وهذا ليس سرا قوي، عائليا هو انجب 4 بنات فتيات، ثم في النهاية خالص انجب ولد اخي الاصغر. فكان فرح بان المرأة هي التي قد تعمل على يعني الارتقاء باسم عائلة المصادفة، وأن المرأة ممكن، من الممكن أن يكون لها دور في الحياة وفي تخليد اسمه واسم عائلته.
فكنت أريد طوال الوقت في الواقع أن أفرح أبي لأنه كان أب خصوصي جدا واستثنائي، وكان رائعا بدرجة لا يمكن وصفها. وكيف خرجت من تحت جلباب الأب؟ خرجت من تحت جلباب أبي لأني الحقيقة كان أول درس أن أتمرد عليه هو شخصيا. بعد فترة من كتابة الشعر والقراءة وإن هو عنده أعمدة في المكتبة لم يكن يسمح بعناوين أخرى أن تدخل إلى المكتبة. المكتبة التي كان يمتلكها كانت كلها كتب التراث وكتب صوفية، وقرأتها في سن مبكرة للغاية وكنت لا أفهم أغلبها، ولكن هذه هي الكتب المتاحة في المكتبة وممنوع أن تدخل كتب أخرى لأنه صوفي ويرى أن هذا هو ما سيؤسس أي حاجة كويسة جاية أدبيا. كنت أخفي عنه أنني مثلا أشتري بعض الروايات زي روميو وجولييت لشكسبير كانت معربة. كان يرفض هذا؟ كان لا يحبذ أن أشتري الكتب، هو يشتري الكتب. أيه. هو الذي هو مسؤول عن المكتبة، هو الذي يشتري كل الكتب لنا. فكانت المكتبة غريبة بالنسبة لي، وكانت ثقيلة في سن مبكرة أن أطلع على الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، أن حتى كان يخفي في أدراج مغلقة ألف ليلة وليلة لأن كان عنده الطبعة الأصلية، فكان يرى أنه من المبكر أن تقرأ الفتيات الأربعة اللي عنده هذه يعني ألف ليلة وليلة، فكان يخفي ألف ليلة وليلة تحديدا في الأدراج الطبعة الأصلية لأنها كما تعرفين الطبعة الأصلية بها كثير من الخروجات من الإباحية. صحيح. فكان يخفي ألف ليلة وليلة، ولكن اطلعت على بدائع الزهور في وقائع الدهور، أغاني الأصفهاني لا أفقه شيئا، المعلقات السبعة اللي حاول إن هو يقرهاني دائما، كل كتب التراث التي في الحقيقة ما زلت مدينة للكثير لأنني بدأت مبكرا للغاية. نعم لم أفهم معظمها في سن الحادي عشر، ولكن ظللت طوال الوقت مترعة بهذه الأصول الأولى. تركت عليها تأثير لجمالية يا. اللغة. نرحب بضيفي الكريم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بالله السلام. طيب أنا العالم الثقافي بيعرف كمال العيادي هو روائي وصحفي ومترجم وكاتب سيناريو تونسي يقيم حاليا في القاهرة، درس المسرح بتونس ثم السينما، الله يخليكم صلحوا لي إذا كان في خطأ، درس المسرح بتونس ثم السينما بموسكو ثم الاقتصاد الدولي والتسويق بميونيخ ألمانيا، كما درس بجامعة ميونيخ لمدة 18 سنة. مش مبين عليك العمر يا كمال أبدا. حتى أنا مستغرب. له العديد من الروايات ومئات المقالات والحوارات، أسس عدة نوادي أدبية، وهو عضو اتحاد الكتاب التونسيين وعضو اتحاد الكتاب بمصر وألمانيا ومشرف على موقع دروب. كمال سهير زوجة كمال وكمال زوج سهير، ما هي المصادفة التي جعلت، بأي طريقة التقيت أنت بسهير المصادفة؟ هي ليست مصادفة أن يكون اسمها مصادفة أيضا. فسهير رفيقة الدرب، والتقينا في أواخر سنوات الثمانينات حينما ذهبت إلى روسيا بعد دراسة المعهد العالي للفن المسرحي هنا، والتقينا في أواخر سنة الثمانينات، وكانت في بدايتي
وتوهجها ورغبتها في أن تكون أو تؤسس لمشروع أدبي إبداعي، كما كنت أيضا، وكنت أحمل نفس الجمرة ونفس الحنين ونفس الشوق أو الطوق إلى الخروج عن الحدود الضيقة للالتقاء بأفق إبداعي عالمي وحقيقي ومتين. وسهير أذهلتني في ذلك الوقت بتجاربها الأولى الشعرية الأولى، وهي بدأت كشاعرة، وهي أعتقد دائما أنها الشاعر يبقى دائما شاعر، حتى وإن استطاع وقرر ألا يكون شاعرا فلا يمكن أن يكون ذلك، رغم أنها اتجهت بعد ذلك إلى مشروع روائي ومنجز روائي ضخم، إضافة إلى إشرافها على سلسلة الجوائز وعدة سلاسل مهمة في العالم العربي ومقرها القاهرة. فكان أننا تعارفنا ونحن في بداية حياتنا، وبقي ذلك أنني كنت أتابع منجزها أيضا، وهي أيضا تتابع منجزي. كنت أعيش في مدينة ميونيخ في صحاري الصقيع، وكانت هي تعيش في صحاري الثلوج، وكان يفصل بيننا ربما حدود جغرافية صارمة وقاسية، حدود سياسية واجتماعية أيضا مختلفة كل الاختلاف. فأنا كنت في ميونيخ وهي عاصمة أو بؤرة الاقتصاد الأوروبي كله، وهي كانت في موسكو التي كانت تعيش تمخضا سياسيا واجتماعيا وثقافيا وعلى جميع المستويات، وربما أنا أحسدها على ذلك، فهي تمكنت أن تبقى بضع سنوات أخرى حتى تستشرف وتكون شاهدة على تحولات في العصر، تحولات كبيرة جدا ما زلنا وسنبقى وربما إلى مئات سنين أخرى نعيش ثمرتها ونعيش توهجها. بعد ذلك مرت دورة الحياة، وبعد 20 سنة التقينا من جديد. التقينا من جديد في معرض الكتاب 2004 في فرانكفورت، وكنت مصادفة كانوا يحتفون بالكتاب العربي في تلك السنة، وكنت أنا والصديق حسن بن عثمان وصديق مصر المزغني، وكنا في نفس الطابق، فنزلنا ورحنا نجوب المعرض، فوجدت المشرفة الأولى عن معرض عن القسم المصري تتحادث أو تحاور أحد كبار الكتاب، فانتبهت إلى أن هذه هي سهير المصادفة نفسها التي أعرفها من 20 سنة، فاحتضنتها بقوة وقلت لها تصوري من أنا، وقالت لي طبعا أنت كما العيادي، هل وكأنني غبت عنها بعض الدقائق. بعد عشرين عاما قصة مركيزة. وكان ذلك بحضور منصف المزغني وحضور حسن بن عثمان يومها، واستغرب جدا، خاصة في تلك السنة بالذات كان حضور كبير جدا لكل مختلف الكتاب العرب الكبار، وكان هناك حوالي أكثر من 400 أو 300 كاتب عربي. فقررت حينها أن القدر يهيئ لي ربما هدية، ويريد أن يرضيني أيضا عن كل الفاتورة الطويلة التي دفعتها وحدي في غربتي. فتزوجنا بعد ذلك ونحن نعيش مع بعض، حتى أنها مرة أحد الصحفيات من فرنسا سألتني قالت كيف يمكن لمبدع ومبدعة أن يعيش تحت سقف واحد، فقلت لها ببساطة يرفعان السقف قليلا. هاي عملك اليوم قبل ما نرجع رح أترك لك أنت بقى. أولا أنا سعيدة جدا كتونسية أن أتواجد كضيفة على الشاشة التونسية، وأن أتواجد في هذا المكان العريق، المسرح البلدي الذي يحمل تاريخ بن عياد وبوليمان والزمرلي، وهذا التاريخ العريق، وهذا المكان الذي يعني فاق بناؤه أكثر من 100 عام. أنا كوثر الزين، تونسية الأصل، من مواليد تونس العاصمة. تجربة طفولتي بخصوص الوالد لا تختلف كثيرا عن سهير، حتى أن كتابي مقابسات العين الثالثة كان الإهداء إلى والدي الذي رفع أعمدة الأبجدية عاليا في وعي الطفولي، وعلمني أن الكتابة أقدس من الذهب. والدي كان مثقف جدا، كان زيتوني، كان قارئ نهم،
لكن كان متعصب جدا، عروبي حتى العظم، متعصب للغة العربية لدرجة ونحن أطفال المجتمع التونسي نحن متعارف علينا أننا نتعاطى الكلمات الفرنسية في فكان يحذر حتى الكلمات العامية التونسية، قل بطل، تقولش مغارفة، قل ملعقة، فكان يعني عروبي متعصب جدا. وكان الشعر الجاهلي والشعر القديم والأموي والعباسي، فكنت حين أريد أن أخذ مكافأة من والدي أحفظ له قصيدة لبشار بن نوبرد أو جزء من المعلقة، أو وكما قالت سهير يعني في سن صغيرة جدا ما تفهمش كل المصطلحات يعني، أو القصيدة حفظتها تبع بشار بن نوبرد كانت معقدة جدا لغويا، بس كنت فرحانة يعني. هلا المشكلة التي كنت لا أعتبرها مشكلة، لكن ربما كانت مشكلة غير مقصودة، أن كان لي أخ يكبرني بسنتين كان شاعر وموهوب جدا، وإن كان بعد ذلك يعني حاد عن طريق الشعر ولم ينشر شيئا، فكان في سن مبكرة جدا 10 سنين و12 سنة يكتب قصائد مبهرة، متمكن من اللغة بطريقة عجيبة، فكانت كل أنظار العيلة وحتى أبي متوجهة لقيس، فكنت أنا أحس أنني في الظل، فلا أتجرأ على الكتابة كثيرا يعني، لو إيش ما كتبت يعني أي إشي بكتبه هو متفوق، فهذاك خلق عندي نوع من التحدي ولا الإحباط؟ مش الإحباط، المبادرة كانت متواضعة يعني، كأنه مثلا شاعر كبير وشاعر مبتدئ في البيت، فهو كان يجوا أصدقاء بابا ويقعد يلقي شعر ويقعد، وانا بعد ما نكتب القصيدة نقراها البابا يقول لي منيحة، ما أتجرأ أقراها، نحس انه خلاص يعني ممكن ما تعجبهمش. او في بعد ما اخذ قيس التوجيهي درس فلسفة في فرنسا، سافر لفرنسا وكمل غاد دراسات عليا، بدأت اتحرر نوعا ما وبدأت اكتب له قصائد شوق، لكن ايضا ظلت الكتابة يعني مش ككارير، مش كطريق يعني، كهواية. بعد ذلك درس التخدير، حسيت انه ممكن الادب هو متعتي، هو ما حبيت احوله هذاك دخلتي لكليه الطب؟ درست فني سامي تخدير في كليه الطب. بعد ذلك تعرفت على زوجي الفلسطيني، طبعا فلسطين لما كانوا موجودين فلسطين كانت هي الحلم والقضيه والحس الوطني، ونحن عارفين احنا جينا يعني فتحنا عيوننا على عبد الناصر وعلى يعني الزعماء الكاريزماتيين والقومية العربية، يعني لحقنا هذا لحوق يعني تشربناه من أهلينا، فترتنا احنا حقبتنا احنا، فكانت يعني القضية الفلسطينية بالنسبة لنا يعني، فانغمست في القضية الفلسطينية قراءة وكتابة وشعراء، مع انه مكتبة بابا يعني بابا كان معمرها بالكتب بالأمهات الكتب، اخي هذا واخي اللي اكبر منه كان يجيبوا مثلا المجموعة الكاملة، ادونيس المجموعة الكاملة، محمود درويش المجموعة يعني الادب الحديث، والفرنسي طبعا هاي المدرسة الرومانسية لامارتين وشاتو بغيون. ففي زواجي يعني كان انغماسي الاول اكثر سياسي، قضايا سياسية، اقرا مؤلفات هيكل، اقرا اي شيء يتعلق بالفكر اكثر من الشعر، إلى غاية أن جاء عام 94 وعدت إلى فلسطين. لما وصلت إلى فلسطين وجع الغربة وليس فقط وجع الغربة يعني الوصول إلى فلسطين بعد الاتفاقية يعطيك شعور أن كل اللي مر هذا من عذابات لم تجد ما يليق بعذابات الشعب الفلسطيني، مع وجع الغربة مع البعد على الأهل، ففجر الشاعرة من جديد، بدأت أكتب ونفس العادة يعني أكتب وأحط في الجرور. جاني زوجي فواز أبو حويج، أوجه له تحية وأنا مدينة له، مع أنه هو شخص عسكري لكن يعني يؤمن بالإبداع، قال لي كوثر هذا الشعر ولابد أن ينشر، وجايب لي مفاجأة، راح نشر لي أول قصيدة وجاب لي إياها منشورة، وبلشت الأنظار تتوجه لي. بعد فترة صرت عضوة في اتحاد الكتاب، طبعت أول ديوان، التحقت بالاتحاد الكتاب الفلسطينيين، جمعية الثقافة الفلسطينية، جمعية القراءة الفلسطينية، صرت أكتب، تركت مهنة التخدير يعني تخليت عنها بتاتا حتى أسترجع الكاتبة التي سرقت مني أو سرقها والتي كانت ربما مخدرة المستشفيات. كانت مخدرة كانت مخدرة فصرت أكتب المقال الأدبي. أنا في نظري المقال الأدبي هو الذي أيا كان موضوعه يرتقي بلغته وأسلوبه إلى مصاف الأدب. صحيح. لم أنحاز للمقال الصحفي مع احترامي للمقال الصحفي، لكن أنا اخترت أن أكتب المقال الأدبي، أريد أن أترك أدبا، لأن الصحافة مش دائما تظل ممكن
جريدة تلقى. كتبت مع مجلة دار الصدى، مجلة الصدى المقال الأدبي، كان عندي صفحة أسبوعية كتبت فيها 12 سنة، كتبت في ملحق صوت النساء 10 سنوات، غير كتابات متفرقة. أعمالي المطبوعة هي كتاب شعر وكتاب المقابسات العين الثالثة، هذه مقالات أدبية فكرية وفلسفية وتاريخية. جمعت فيهم يعني. وعندي أعمالي غير المطبوعة هي 4 أعمال إلى غاية الآن، بين شعر ونثر يعني، لا تزال تنتظر انفراج الوضع المالي في 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 مؤسساتنا الفلسطينية. نعم، طبعيها في تونس. إن شاء الله إن شاء الله. غير ذلك يعني من منطلق الأدب، بعد ما تركت شغلي في مجال الصحة وانخراطي في المجال الأدبي ومشاركتي في المؤتمرات، سمع عني مخرج فلسطيني اسمه إبراهيم سامور يريد أن يعد ويقدم برنامج ثقافي. قالوا له في يعني أديبة تونسية صوتها جميل وإلقائها جميل، فجاء سأل عني، اتصل فيا شخص ما نعرفوش اسمه إبراهيم سامور، قال لي أنا إبراهيم سامور أريد أن أقدم برنامج ثقافي معدود وجاهز. قلت له أنا صاحبة قلم لن أفصل بين الإعداد والتقديم، وكان لي ما أردت. وبدأت التجربة حتى تطور لتلفزيون فلسطين. البرنامج قبل ما ينبث تلفزيون اقتنعوا فيها ووظفوني، وصرت مقدمة برامج ثقافية ومعدة أفلام وثائقية. يعني الأمور جاءت هي صدفة، ولكن صدفة جميلة جدا. حلو تونس. وعدت للمجال الذي أحبه، وهو مجال الكتابة والأدب، وأنا قارئة ناهمة يعني من طفولتي، ما أقرأ يوميا يعني، ربما لا أكتب يوميا ولكن أقرأ يوميا. هو لا يمكن الكتابة دون القراءة طبعا. طبعا، لانه بيصير كانه انغلاق. طبعا تجف، بدون قراءه تجف. القراءه المي لما بتسكر عليها هي الزاد الكاتب، يعني بدون هذا الزاد هو لن يجد جديدا، يسطح مثل بالضبط مثل المي بتتعكر. انت سهير، اولا كيف جيتي للشعر من الاول، وبعدين كيف انتقلتي من الشعر الى الرواية؟ والله انا بدات شاعره بالضبط كده من سن، كما حكيت، من سن مبكره جدا، اخفي ما اخفي وانشر ما انشر، واطلع ابي ومدرس اللغه العربيه على ما اكتب احيانا، وفي اغلب الاحيان لا اطلعهم على ما اكتبه واخفيه، وكنت لا أستطيع أن أتصور فكرة أن أستبدل الشعر بشيء. كنت شغوفة للغاية بفكرة الشاعر بالألف واللام، وأنني يجب أن أكون شاعرة، ولست أي شاعرة ولكن شاعرة كبيرة. وأنت شاعرة كبيرة. الله يخليك. وأن الشعر هو ديوان الأمة العربية، والشعر هو ضمير هذه الأمة، وأنا حزينة لأن سوى الخنساء ومثلا كم اسم للشاعرات، ليس هناك صوت شعري أنثوي، وبالتالي أنا سأقاتل حتى أكون سادنة وحارسة على هذه الموهبة التي يراها مدرس اللغة العربية الذي يحفظ الشعر العربي كاملا المعاصر والقديم، والتي يراها أبي، ولن أتنازل ولن أتخلى عن هذه الموهبة، بل سأصقلها، بل سأعتني بها كثيرا، لن أتركها أبدا تضيع. كنت مقاتلة حقيقية، وكنت أقرأ طوال الوقت، ولا يمكن تصور كم العناء. يعني ربما أشترك في هذا مع كمال العيادي كثيرا، العناء الذي لقيناه لكي نصنع أنفسنا بمزيد من ساعات القراءة ومزيد من الإطلاع ومزيد من الاجتهاد، مضحيين بكل متع الحياة والتفرغ. هي متعة كبيرة جدا، ولكن مثلا أنا شاهدة على أن كمال يتخلى عن الكثير من المواقع التي تعرض عليه الوظيفية. أنا أتخلى عن كل ما يعرض علي من كراسي كبرى أحيانا لكي أتفرغ
للعناية بموهبة، لأن الموهبة التي يمنحها الله من العار والعيب أن ينكرها، أن يكفر بها الآخر، أن يكفر بها بالضبط. أن يكفر أما أنت لو كان عندك مركز وكرسي كنا ما عرفناكش. طبعا هذا مرسي إيه أنه لا استعرفك لأنك أديبة ومبدعة. طبعا مشهور. نعود كمان، أنت نزلت من القيروان درست المسرح والسينما، وبعدين ليش تركت المسرح وليش لا؟ هو المسرح كان في ذلك. أما أولا لماذا اخترت دراسة المسرح؟ بالضبط، نحن بدأنا في القيروان، والتعرفين أن القيروان مدينة مغلقة بأسوار، وهناك شيوخ في القيروان لابد أن يؤثروا في كل طالب يسعى أو معجب بالأدب أو شغوف بالأدب. فكان هناك المصف الوهيبي الذي درسني 3 سنوات في الثانوي، ثم انتقلت إلى محمد الغزي الذي درسني 3 سنوات أخرى، ثم البكالوريا درسنا عن صلاح الدين بوجاه. فكان لابد أيضا أن تصبغ أسماء فاعلة وحقيقية. أما أنت درست عند الأفضل. طبعا وأنا أفاخر، ولا يمكن إلا أن أفاخر بأنني تلميذ لأهم ومن أكبر العلامات الحقيقية ربما حتى في الأدب العربي وليس في الأدب التونسي فقط. فكان اهتمامي بالمسرح هو نتاج أيضا أو مرادف أيضا لاهتمامي بالشعر، فقد بدأنا في ذلك الوقت المبكر نكتب قصائدا، طبعا قصائد لا تخلو من أوزان، ولا تخلو من رغبة في تقليدي أو مجاراتي ما يدور أو البضاعة التي تروج في القيروان وهي المدرسة الصوفية بالتأكيد. فكانت قاموسنا صوفي بالتأكيد، وكان ربما يختلف عن كتابات في ذلك الوقت جيلنا. فكانت جماعة تونس اللي هي ربما فهمتي حافظ محفوظ ومحمد الهادي الجزيري ومحمد عيسى المؤدب والجيل كله صلاح الدين ساسي الله يرحمه، وهذا الجيل كله مقابل جماعة القيروان التي لغتها مختلفة، قاموسها مختلفة. وكنا ننشر جميعا عند السيد محمد برجب صديق العزيز في جريدة الصداء في الثمانينات، في منتصف الثمانينات، وكانت هناك صفحة يوم الثلاثاء مخصصة لأدباء الشبان، وهو الذي أنجز أول مهرجان أو منتدى للأدباء الشبان في حي زهور الثالثة هنا، والتقينا لأول مرة 120 شاب صغير يتراوحون سنهم بين 14 إلى حد 20 في ذلك الوقت، وكان أول احتكاك حقيقي بأنك تشعر أنك تضع أقدامك، وأنا كان عمري 14 سنة، فتضع قدميك بين أول خطى هذا الطريق الطويل الجميل. وكان لابد أن يكون لي اهتمامات بالمسرح، ذلك أن المسرح قريب جدا أيضا من الشعر، وكنت متميز في مادة المسرح أيضا حينما كانوا يدرسوننا، لم يكن هناك أستاذ متخصص ولكن هناك أستاذ فرنسي الذي يوازي بالتوازي يدرس المسرح، وهو الأستاذ سي مختار بخريس، وأوجه له تحية خاصة، وهو وأنا مدين له بالكثير كما أنا مدين لأغلب أساتذتي. في ذلك الوقت كنت تحصلت للمرة الثالثة أو المرة الثانية على جائزة أحسن أفضل ممثل بالنسبة للتلاميذ للمباريات المدرسية. كنت تمثل؟ كنت ممثل أيوة، وماخذ جائزة ممثل، وبعدين عرفت لي أنا ممثل فاشل جدا، ولكن كان الوقت مبكرا لأعرف أنني ممثل فاشل. فكنت المسرح بالنسبة لي تمثيل استعمال اليد والمسرح الشكسبيري والمسرح المبالغ فيه. فلما يوسف مثل يوسف وهبي خذيت البكالوريا أداب، خذيتها بامتياز، قعد قدامنا تقريبا الثالوث، أما تطلع محامي ولا تطلع ولا أما تعمل قانون ولا تعمل أدب عربي ولا تعمل إنجليزية. فأنا خيرت أني ندخل لازي سوبرير دار دراماتيك في ريدونتون، وقتها دخلت مع شوقي بقلية وأمينة، وقبلنا سبقتنا نعيمة الجاني سي منجي بن حفصية زوجها وزهير الرايس، وكان المجموعة متاعنا تتكون من 11 واحد اللي هم كلهم تقريبا الآن عندهم أسماءهم، من توفيق العايب الدفعة متاعي. عفوا كمال هكا على السريع،
زهير الرئيس هو مدير المسرح البلدي. جميل جدا، لانه هو دفعتي. نحن ضيوف عنده. احنا درسنا عامين مع بعضنا، واحنا دخلنا اول يوم امتحان امتحنا مع بعضنا، ومن حوالي 70 ولا 80 اختاروا لنا 10، فكان من ضمنهم زهير الرئيس، وكنت انا من ضمنهم، لكن انا خيرت انني اكمل دراستي في روسيا بعدها، فبقيت عامين معهم، وكنت تقريبا اكتشفت الا اني ممثل فاشل وقتها، لانهم هم الكل اول حاجه قال لك ما تمثلش بيدك، نحالي ايدي، والباقي الكل يمثلوا بعينيهم، انا مش مثل بعيني بصراحه. فاكتشفت اني انا غير صالح اطلاقا اني اكون ممثل، انما انا صالح للكتابه، انني اكون نوعا ما اهتم بالسقف النظري اكثر من اهتمامي بالممارسه العمليه للتمثيل، اللي هي تحتاج الى مواهب خاصه، وتحتاج الى 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 الى, إلى ناس تقدر قادره حقيقه انها تكون التمثيل ما هوش حاجه سهله، وما هوش اي انسان ينجم يكون ممثل. مهنة. فأنا اقتنعت وقتها مهنة وموهبة. بالضبط، اقتنعت أني أنا مانيش ممثل وما نجمش أكون ممثل، ولكن أستطيع أن أكتب المسرح أو أكون منظر في ميدان المسرح أو أواصل دراستي في هذا الميدان. فاشتركت وقتها في أيامها ثم كورس نتاع في الواحد الجامعة الروسية لهنا، السفارة الروسية، بحذا الإذاعة والتلفزة في شارع مركز الثقافي، المركز الثقافي بالضبط، شاركت فيه عامين، وكنت نجحت 4 مرات بامتياز، فبعثوني لروسيا في موسكو باش نقرا في المعهد العالي للسينما في الفجيك، والوحيد التونسي اللي درس معايا منذ 10 سنوات تقريبا في الوقت ذاك هو نعيم بن رحومه، الان موجود في الاذاعه. مخرج اليوم. مخرج، عمل اشياء جميله جدا وانا احييه. هو كمان شخصيه جميله. طبعا شخصيه رائعه، وكان منذ صغره هكذا دائما، هو شخصيه وما زال يحب الشعر، دمك الاخلاق ممتلئ، ويحب الشعر، وما هوش يقول ما يفعل، وله مشروع، ويشتغل بخرائط، ويشتغل بهدوء وببطء عكسي تماما. انا عصبي، انا مزاجي، انا لا يعول علي اطلاقا في ان ادير مؤسسه، لذلك انا اهرب من الكراسي وارفض اي امكانيه لان يكون لي في يوم من الايام منصب، وانا احذر اطلاقا كل من يعرض علي منصب منذ الان، لاني غير صالح للمناصب، فانا صالح اني اكتب فقط وليس غير ذلك. طيب. أنت ابتديت كتابة الشعر؟ أنا بدأت في كتابة الشعر، ونشرت نشر لي في مصر ليس للربيع علامة، ديوان عن دار الطلاقي، ونشر لي منذ شهر هنا عن دار البدوي بدعم من وزارة الثقافة مجموعة اسمها أغادركم ومعنوياتي مرتفعة، صدرت الآن موجودة في السوق ابتداء من هذا الأسبوع، ولكنني بصراحة أيضا اكتشفت أن الشعر ليس طريقي. أنا أكتب الشعر، وكما قلت أن الشاعر لا يستطيع أن يقرر أن لا يكون شاعر، ولكن هذا طريق ليس طريقي، وأنا أعرف ذلك الآن. ربما تميزت في كتابة الشعر، ولكنني لن أكون الشاعر بالألف واللام كما قال سهير. لذلك لأن الشاعر كل شاعر يختزل في ديوان واحد، وكل ديوان يختزل في قصيدة واحدة، وكل قصيدة تختزل في بيت واحد، والبيت الواحد هذا سكن الشاب مثلا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، سكن منور سمادح لما يقول شيئان في بلدي خيبا ظني، الصدق في القول والإخلاص في العمل، سبقني به المزغني، وسبقني به المصف الوهيبي، وسبقني به محمد الغزي، وسبقني به المصف أولاد أحمد، وسبقني به محمد الهادي الجزيري، وحسين القهواجي، وبشير القهواجي، وغيرهم وحافظ محافظ محفوظ، وجميل الماجري، وغيرهم. هؤلاء وجدوا بيتهم، فأنا استعرضت عن البيت بقصور من السرد، فانحرفت طريق عربي، خذيت طريق عربي للسرد، بديت نكتب السرد، ومن وقتها نكتب نصوص قصصية ونكتب روايات، أعتقد أن هذا هو طريقي، لأني أعتقد أن الشعر هو نوعا من الوصية، شيء ذاتي، بينما السرد هو وشاية، فأنت تشي، أنت كما نقوله بالتونسي واحد يقود بالعالم، يشي به، فأنا نحب أن يقود بالعالم، وأشي بالحي اللي عشت فيه، وأشي صحيح. أيضا بالمدن، وأشي بالوجوه، وأشي بالشخوص، وأشي بكل من التقيت معهم، وهذا يتسنى لي في السرد أكثر مما يتسنى لي في الشعر. أما أنت روائي، ولو أنا بدي أرجع للغتك الروائية، هي خاصة جدا بكمال العيادي. عايشك. قبل ما نمشي لسهير بدي أسألك سؤال، لماذا يسميك الكينج؟
والله أنا ما سميتش نفسي كينج، لأني أنا دائما كان اسمي منذ الثمانينات كمال العيادي القيرواني، وهذا ما أنشر به دائما. أي؟ إلى حد أني مشيت لمصر سنة 2009 لما انشرت الكتاب بتاع ليس للربيع علامة، قدمني وزير الثقافة اللي هو الصديق دكتور شاكر عبد الحميد، نعم، وهو أهم نقد عربي تقريبا، فقدمني وقال لي لنستعيذ عن الحدود الضيقة أو الحدود، هذا الكينج، هذا كمال العيادي هو أيضا ابن مصر، وأنا قرأت له، هو قدمني في دراسة طويلة جدا في الأطليه القاهرة، وكانت حاضرة أيضا سهيرة، ونشرت في نزوة، نعم، ونشرت في مجلة نزوة وغيرها، فقال فليكن منذ اليوم اسمه الكينج. وفي مصر يحبوا الدعابة فأخذوها كأنها دعابة، وعجبتني أنا بصراحة فمشيت معها زادة، فهمني، فقلت سهل لو ملك أي تكتب بأربع كلمات كينج، فأصبح كل الناس ما عادش تعرف كمال العيادي يقولوا الكينج فقط. كوثر، أيوة، نرجع لأعمالك. أها. أنت تحسي لي أنت لما واحد يقرأ شعرك يحس فيها كله على طول الوجع الفلسطيني. لا، ليس فقط هذه تهمة، أنا اتهمت بفلسطين، يعني هي تهمة؟ لا، حتى لا، في فلسطين في بالعكس أحلى تهمة جميلة، تهمة جميلة، لكن هي الساحة الثقافية الفلسطينية في الأمسيات الشعرية والأوضاع التي نمر بها، يعني في يعني وضعنا السياسي ووضعنا الاجتماعي دائما هو في حالة فوران، فلما تكون في أمسية شعرية ويكون كم من الشهداء تفضل ألا تقرأ قصيدة حب وتقرأ قصيدة، فقصيدة تمس الوجع العام، تتماشى مع الوضع. ففي فترة من الأوقات يعني أنه خلاص كوثر تكتب لفلسطين أكثر من تونس، كوثر تكتب، لكن لا، هذا ليس صحيحا. لا، يعني عفوا كوثر، حاجة طبيعية، حاجة مهما كان أنا ولا سهير ولا نتمنى نكتب لفلسطين. المقصود أنه يعني لو تشوف الكم، لا هو متوازي، لكن يمكن الظاهر حاجة في جميلة. الظاهر في الـ في الـ في الأمسيات هو ربما تغافي وقت من الأوقات قراءة القصيدة التي تمس الوجع العام، ولا تنسين أني عشت كل انتفاضة الأقصى وكل الحصار وكل فهذا هو. إذا تحب نسمعك شعر مختلف، أنا باش نطلبك تسمعني شعر وأنت وسهير كمان. في حركة أدبية وش اسمه لسه في الداخل، في حراك ثقافي، لكن نحن الثقافة في عالمنا العربي إجمالا، ويجب أن نكون صادقين وصريحين مع نفسنا، الثقافة ليست بأخذ حقها، يعني سواء من ناحية التمويل، سواء من ناحية التوزيع والنشر، نحن نعاني من إشكال ثقافي، السياسي طاغي لدينا على الثقافي، وحتى الثقافي هو في جله، حتى في وسائل إعلامنا، إعلامنا الثقافي في جله ترفيهي، يعني نحن عندما نجد برنامج ثقافي ناضج كأننا عثرنا على كنز، على كنز، على كنز. هنالك نظرية معينة تجدينها في بعض المؤسسات الإعلامية أنه المشاهد لا يحب الثقافة، قدم له ثقافة بطريقة جميلة سيحبها، يعني نحن نشوف البرامج الفنية، شوف كم الإخراج والفنيات الإخراجية والمادية التي تنفق على برنامج سياسي أو برنامج ترفيهي أو برنامج فني. الثقافة في أغلبها لدينا إذاعة مصورة، نحن لا نكرس نفس الإمكانيات والتقنيات والتكنولوجيا والديكورات يعني لا نصرف على البرامج الثقافية بقدر ما نصرف على ستار أكاديمي وأرب آيدول، وكأن الفنون هي فقط اختصرت في الغناء، والغناء اختصر في اللوك، واللوك اختصر في العراء. نحن نعاني من أزمة ثقافية يجب أن نعترف. أنا كنت متوقع أنه دائما المعاناة تخلق الإبداع، وهيك المعاناة تخلق الإبداع، أكيد المعاناة أصبح شوف في أوروبا هي تخنق الإبداع. أصبح فيها تطور المقولة، يعني بمعنى كان قديما شائع أن كلما كان الأديب فقير فهو يكتب أفضل، كلما كان محروما فهو سينتج إبداعا يعيش، كلما كان محاطا بكوارث إنسانية وبيئية ووطنية واستعمارية فسينتج أدبا استثنائيا. أصبحت هذه المقولة مشكوك في مصداقيتها كثيرا، وأصبح علينا
أن نبدلها، لأن مستويات الإنسان ترتقي كما مستويات الحياة. الإنسان الذي كان بدائيا الآن أصبح الفقر حتى درجات، ربما كان الفقر أعلى مما سبق بكثير، ولكن ليس هو تصويريا، بمعنى أنني فقيرة لأنني لا أستطيع أن أمتلك كم المعلومات بوسائل الميديا الحديثة التي يتيحها ربما الغرب وربما شعوب أكثر تقدما، وإنما فقر يصل إلى مثلا أن يكون المبدع معدوما أو فقيرا أو لا يجد قوت يومه أو لا يعيش في مستوى به أمن وطمأنينة وبعيد عن الحروب، هذا مستحيل أن يكون هو الليفل الآن، هو المستوى، هو الدرجة التي يقف عليها المبدع. حصل بدر، ولكن هذا موجود. عذرا لمقاطعتك سيدة سهير، بدر شاكر السياب عندما قدمت جنازته من العراق كان أهل بيته يغادرون البيت في الكويت، لأنه ما كانش في، عندما قدمت يعني جثمانه من الكويت عائلته ما كانش عندهم يدفعوا الإيجار، لم يجد بيت يستقبل نعشه تابوته. نعم نعم هي، لكن ما هوش البؤس الذي يقدم بدر شاكر السياب، ليس البؤس الذي يقدم الشعراء، بالعكس يعني هو صحيح هذه المقولة في وقت من الأوقات. عفوا أنا لم أقصد أن البؤس الذي لا معاناة البلد تخلق الإبداع، أنا مش نحكي على معاناة الفرد. معناها روسيا أيامات الحرب، مصر وقت أنا حتى هذا يعني تخلق نوع معين من الإبداع وهذا صحيح، لكن أيضا الشعوب المستقرة تبحث عن جماليات أخرى. صحيح صحيح، عن درجات أخرى، غير مقيدة بالموضوع. هلأ شوف مثلا بالسينما، كل البلدان الشرقية عندها أجمل سينما لأنه كانت محرومة من الديمقراطية. هذا اللي حبيت نقول، أنت مثل ما تسمى عليكي الوجع الفلسطيني، كمان اسم كوثر الزين وبدر شارك السياب، هي مش تشرحي لي شو هال صح بيذكروا هذا بيذكروا هذا. انت بتعرفي اللي لما بيذكروا كوثر الزين يعني مثل ما بتقولي ابوها الروحي الشعري هيك، عندها علاقه مع شعر. خرجت من العباءه يعني أي. لم انشر هو اكثر من اما انت بتحبيه. ابي الاول ابو القاسم، ابي الاول الادب الجاهلي، أبي الثاني أبو القاسم الشابي، وجبران خليل جبران، والمدرسة المهجرية جدا تأثرت بجبران وبميخائيل نعيمة. وبعدين صرت أنت في المهجر، ثم السيد كان آخر محطة من التملق، ثم بعد ذلك يجب أن نضع حد ونكون أنفسنا حتى نكون، وإلا لن نكون أبدا. لإلك أنت شاعرة وأنت شاعر وأنت شاعرة، أنا مش شاعرة، أما كان بابا أديب كبير وكاتب كل شيء، وأنا كنت بنت واحدة وكنت مفضلته، هو اللي حببني الأدب. فأنا صغيرة بتذكر كنت أسأله بابا كيف أنا بدي يصير شاعرة، قال لي أقرأ المتنبي. بعد 10 سنوات قلت له بابا كيف بدي يصير شاعرة، قال لي أقرأ السياب. أنت لما بتقرأ لسهير أول مرة، أنا قريت لما رحنا لمصر عطتني الكتب تاعها، فأما رجعت للأوتيل، شاعرة حلوة وجميلة، لما بتقرأ مرة تانية بتلاقيها لا كل كلمة بحسابها وكل حرف بمكانه، مقشر كلمة وكل... تلقى مشكلة حضارك يعني. أما لما بتقرأ لها أول واحدة هو الشعر شو بيفوت لقلبك، بيفوت لقلبك وإلا لا. وأنت روائية عندك الخرافة السند، معنى لما تبدي تحكي عندك، أنت عطيتيني قصة الجدة بتحكي مع رحلة الضباع. هاي كلها ضباع وسباع كمان، ضباع بس. عجبني كثير انا اللي لفت نظري لما قريتها، انه انت لما الجده بتحكي مع بنتها حفيدتها وكانك انت فتحتي، معناها اعطيتي شرعيه المسكوت عن، بما انه الجده هي اللي عندها. صحيح صحيح هيك صحيح عندها نوع من الجراه بتحكي على جنس النساء. فلما بتحكي جدتك على نوع هذا من المواضيع مش عيب. طبعا مش طبعاً. هيك وصايا
طبعا هي وصايا متاحه ومباحه وكل حاجه ومش عيب. لا احنا ابائنا ما كانش يقولنا ولا شيء. الجدات يقولون عاده حتى من قديم الزمان دائما الجده هي تقول هي اللي تقول. مستغربه جدا لان دائما يقولوا وهل سترتقي اكثر المراه السارده. في الحقيقه يدهشني كثيرا هذا، لان السرد طوال الوقت كانت الجدة هي الحكاءة. كان الجد هو الذي يذهب إلى العمل بالخارج، وهي التي تربى على حكاياتها البنون والبنات معا. يعني هي التي لديها وظيفة السرد والحكي الدائم، إيصال حتى حتى في تونس إيصال الحكاية، إيصال الحكاية توارثها. ولم تكن مصادفة سيارة. نعم توارث صحيح وتوارث الحكاية، ولم تكن مصادفة أن تكون شهرزاد هي بطلة وهي ربت السرد في العالم أجمع. لأن ألف ليلة وليلة هي على ذروة السرد العالمي وعلى لسان شهرزاد، سواء كانت هذه الحكاية لأنها حكاية شفهية من قام بتأليف بعضها رجل أو امرأة، وإنما المعنى أن شهرزاد على ذروة الهرم السردي في العالم أجمع، كما هي الصليقة، كما أن الجدة هي التي تحكي. أما في الضباء مش جدة بس، كمان أنت كأنه وضع سياسي كامل عم تحكي عليه. من الصعب أن يتم تلخيص رواية، وإنما رحلة الضباع هي سأحاول، هي محاولة لخطاب حكاية معاصرة وحكاية قديمة. حكاية معاصرة الآن تتم الآن أحداثها، وحكاية قديمة منذ 14 قرنا تحديدا في زمن الفتنة الكبرى. في زمن الفتنة الكبرى الشهيرة إسلاميا، والتي أعتقد وتعتقد رحلة الضباع أنها توابعها لم تتبدل تماما حتى هذه اللحظة. ما نحن هل نعيش، هل التاريخ يعيد نفسه يعني؟ صحيح لا يعيد نفسه، نحن لم نخرج حتى أقل من أن يعيد نفسه. التاريخ في هذه اللحظة ينغلق في دائرة زمنية ما حول نفسه، وهذا أصعب وأشد مرارة أفتكر وأشد حزنا. يعني ما تطرحه رحلة الضباع أنه بعد 14 قرنا لم تتبدل كثيرا معطياتنا الحياتية. بعد 14 قرنا ظلت علاقة الضباع، والضباع هنا كنت دائما أشير لهم لها على إنها الرجال المتعطشون دائما إلى الدماء، الرجال الذين يقهرون المرأة منذ 14 قرنا كما الآن. الرجل الضبع الذي يسير خلف أهواء ما هي بالطبيعة خاطئة، كأن يمتلك اليقين المطلق، كأن مثل الدواعش الآن يقتل ويسفك الدماء من أجل أنه يظن أنه بمفرده يمتلك الحقيقة كاملة. على فكرة وجدوا الضباع، وجدت فجوة أو ثغرة، لأن إحنا مش عايشين في 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 قلعة، إحنا عايشين في خيمة مهترئة، لأن صحيح. إحنا ما نحفظوش على النسيج بتاعنا باش نجموا نحاربوهم، باش نجموا نقول لهم لا، باش نجموا عبر الثقافة وعبر الأدب وعبر الشعر، ومش نجموا نغيروا هذا المنجز وهذا الإرث التوحشي وهذا الإرث المتخلف في في في
في في قهر المرأة وفي في أيضا في التربية التي تنبني على على مبدأ السيد والعبد وعلى صحيح. مبدأ مبدأ الملكية. لذلك فأعتقد للأسف الشديد أني أحمل الشعراء وأحمل الكتاب وأحمل المفكرين وأحمل الباحثين وأحمل أيضا العلماء وأحمل المعنعينين أيضا أنهم لم يوجدوا لنا أيضا مرجع نتكئ عليه من أجل صد هؤلاء الضباع أنهم ينفذون إلينا في كل قرن ويعودون وسيعودون من جديد، لأننا نحن لا نطردهم طردا نهائيا، إنما نحن نبعدهم قليلا ونجد نوعا من المسكن الوقتي حتى نتخلص من هذه المشكلة، ولن نتخلص منها مطالما لن نقف جميعا نقف مثل حائط من المرمر من الصخر ضد هؤلاء الظلمين وضد هؤلاء الذين ينفذون إلينا ويريدون أن يسرقوا منا تراثنا ويريدون أن يسرقوا منا بهجتنا ويريدوا أن يسرقوا منا حبنا لله، لأن الله هو النور وهو الذي أعطانا هذه الحياة، وهم أعداء الحياة وأعداء النور. لذلك هؤلاء الضباع الذين تحدثت عنهم سهير، هؤلاء مهمتنا الرئيسة والأولى ليس أن نتمسك ونقول سنكتب لأننا معذبين ولأننا نعاني معاناة، لا أنا لا أريد ذلك. أبو نواس ما كانش يتعذب، كان عايش حياة جميلة جدا بصراحة وغيره. أنا أؤمن الآن بأن أكون أقوياء وليس ضعفاء، لا ما عنديش مشكلة، أنا عندي مشكلة معكم بالضبط، أنا عندي مشكلة معكم وأرددها، وليس عندي مشكلة مع نفسي، لأن الوقت الآن ما هوش وقت أنه الواحد يكتب على ارتداد الذات والتشظي والشرنقة ومش نعرف شنو هو كلام فارغ توا. لازمنا توا وقت، احنا قدام أمر مصيري أن نكون أو لا نكون، كما قال العظيم شكسبير، نحن الآن أمام أن نقف جميعا ونهيئ ونجع كل أدواتنا وكل أسلحتنا ونضع أيدينا في بعضنا، شعراء وكتاب والباحثين وعلماء ومدرسين وأساتذة وأولياء والجميع، من أجل أن نقف ضد هؤلاء الشرذمة وهؤلاء الفيروس الذين تسلل إلينا وستسلل لحماية الوطن. طيب نهدى شوي، تعقيب صغير على الأخ كمال. الأخ كمال يعني أنوه يعني تأكيدا لقوله المشكلة هي ثقافية. أنت تستطيع أن تمسك إرهابي وتضعه في السجن، لكن كيف تشتث الفكر الذي هيأ؟ فمشكلتنا ثقافية بالمقام الأول. امبارح في المعرض يحكوا دائما معنى تصنيف الإسلام تصنيف ويلزم إعادة القراءة، طيب ولا الاجتهاد؟ القراءة والاجتهاد لا تصل إلى المواطن العادي. صحيح. الآن يلزم إعادة تصنيف الإيمان وليس تصنيف الإسلام. ممكن نهدأ، ممكن تقرأ قراءة؟ أوكي. من أجل شهر أذار هو شهر المرأة، وأنا مارس. شهر مارس هو شهر المرأة بامتياز، وأنا أريد أن أقدم تحية إلى صديقة عزيزة، هما صديقتان، سأبدأ بالأولى. صديقة عزيزة هي شاعرة نداء يونس، شاعرة فلسطينية، شاعرة واعدة، وأنا شخصيا أتنبأ لهذا القلم بمستقبل وأفاق واسعة جدا. كان أن قرأت لها بعض القصائد وهي ملقات على اليوتيوب، فاستفزتني جماليا ووجدت نفسي من فرط الإعجاب والانبهار أهجيها قصيدة وأكتب لها قصيدة بعنوان لأنثى النورس. حلو أكام، حلو صغير. طبعا. لأنثى النورس إلى الرائعة الشاعرة نداء يونس، شاعرة فلسطينية من مدينة طول كرم. أقول لها تمددي ملء الجناح، تمددي ملء الجناح، فالأفق رحبك والقصيدة نبوءة غيمة شردت على شفة السماء وأمطرت فيك مواسمها، والندى قدر الصباح وإثمه، وأنت أنت فراشة حبلى بأحلام الرحيق، وأنثى نورس تدلي الجناح غواية تشاكس زبد الثمالة في لسان الموج وترفعين إلى الضياء عوالما. فتمددي ملء الجناح وأشرقي كلما انكسر الغروب على يديك ثمالة، أو كلما غرق الكلام في الغمام، فأنت أنت أنثى نورس تمشي على ماء السماء قصيدة وتحتسي لغز المساء ككأسها،
لجناحك مجد البياض، لحروفك شبق الرحيل إلى المحال، وأنت نقطة الحرف على لوح الإله، ضمة الروح لناسوت الكلام، فتحة الومضة في عتمة فكرة، كسرة القلب على وجع السؤال، والسكون نشيدك الأرضي يصعد أدراج الرياح تخايلا ويستدير في المجرة أنجما، فتمددي ملء الرياح ولوث فتمددي مرء الرياح ولوني هذا المدى صوتا صدى، فالندى قدر الصباح وإثمه والصدى رجع نداء. حلو جميل. حلو. حكمك أنت كشاعرة بقى. رائع. الشعر هو مأخوذ من الشعور. طبعا. كمان أنت عندك لغتك خاصة، ممكن نقول اللي استعمالك للمفردات كلها جريئة. لازم نوضح شيء. انا هو مش تهمة. في كل ما كتبت في حياتي لم استعمل يوما مره واحده كلمه بذيئه، بدليل ان ما ينشر لي هو عن اكبر مؤسسات الثقافه التابعه للدوله. عفوا نحكي على الصوره كمان. نعم. انت لما تكتب، انا منيش ما قلتش بذيئه، انت لما تكتب الصوره السينمائيه تبعك جريئه. أي. هذا ربما يتعلق هذا بمجموعة فقط اللي هي اعترافات الفتى القيرواني، وهي المجموعة التي صدرت منذ شهر أو شهرين في القاهرة، وهذه المجموعة لا حتى الكتابات القديمة أنا اللي قريتها أنا، أنت معناها ما عندكش قيود. أي الفرامل متاعي ما مش الفرامل. لا أما أنا تعجبني كتابتك أنا، هذا ليس لو لا تكتب، معناها ما عندكش مسكوت عنه. صحيح. لما بتبتدي الفكرة ولما بتبتدي الصورة أنت بتكتب صورة سينمائية، فما تأثير يعني فما تأثير لما بتكتب بصورة، عندك صورة جريئة جدا. أنا بالعكس، هو كمال العيادي مثير للحسد. يعني عندما يعني أي كاتب مش سهل الواحد يكون أي كاتب طبعا أي كاتب يقترب من سطور كمال العيادي وإنجازه الإبداعي تحديدا في الفترة الأخيرة على مستوى السرد، فهو يكون تحت وطأة حسد حقيقي، لأن أمل المبدع في الحياة بالعكس أن يدمر كل القيود الممنوعات، وأن يرتفع بسقفه أعلى. هذا أمل الإبداع كله، وأن يحاول أن يذوب الحدود والسواتر الترابية والمائية الذين وضعوها أمامه طوال سنوات. بالعكس يعني أرى الحسد، وأنا أكتب المقالة وأتابع المشهد الإبداعي، أكتب عن بعض الكتب، أكتب عن بعض الكتاب، أعرف جيدا كيف أن عندما كاتب يقفز عدة أسوار مرة واحدة فهو إلى حد كبير مثير للحسد. بالعكس هذه ميزة وليست عيبا. أنا لا أعتبرها عيب. أنا نحكي معه سهير كخالي. صحيح. هي ما قالتش عيب. لا أنا بقول أنا مثلا أنا قراءاتك تعجبني طبعا، ما نرسلش للحسد، أما هناك نوع من الإعجاب اللي صحيح. أنت تعبر اللي تحب تعبر عليه. هو كل ما في الأمر أنني هو عن 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 اختيار، فأنا أريد أن أستعيض عن البلاغة بالإبلاغ في السرد. فالبلاغة ربما هذا ما كنت أقترفه طيلة حياتي في الشعر. أنا أيضا ابن مدرسة شعرية ومدرسة شعرية صوفية، وهي التي تنحو وتتكئ وتعاوض وتستعيض وتستلهم وتستجدي وتتكئ على قاموس يهتم بالبلاغة وليس الإبلاغ. مهمة الصوفي ليست الإبلاغ، مهمة الصوفي هي البلاغة، وهي وهذا عكس ذلك، عكسه تماما هذا الطريق في السرد. أنا أريد أن أبلغ، ماذا أريد، ما الذي أريد أن أوصله بالذات. فلذلك ربما سقف الحرية عندي مرتفع قليلا، ربما لأن الفاتورة أيضا اللي دفعتها فاتورة باهظة الثمن. بين قوسين عندك سقف؟ نعم طبعا. عندي مبادئ لا يمكن أن أحيد عنها.
كل ما يتعلق بالمبادئ والمثل العليا أنا أحترمها جدا، ولكنني لا أحترم التقعر، ولا أحترم التقعر في اللغة أقصد، لا أحترم أنني أبحث عن مفردات غائرة في 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 صعوبة. أنا أريد أن يكون كتابتي بسيطة وعميقة، لأن أستاذي الأكبر وهو الوحيد تقريبا هو شارلي شابلن ليس غيره. أنا لست ابن شكسبير، أنا ابن شارلي شابلن، لأن شارلي شابلن ببساطة أدائه، ولذلك أنا أغار من المسلمين بصراحة، ببساطة أدائه يستطيع أن يكون مثل حبة القمح، فهو حبة القمح حبلى بالحياة، حبة القمح هي معجزة الله، حبة القمح التي نراها حينما تكون وحيدة تستدل عليها وتقول هذه حبة قمح، ولكن حينما تكون في كيس أيضا مع مجتمع تقول أيضا حبة قمح، وهي لا تفقد خصوصيتها حتى وهي مع الجميع. فالشاعر المبدع عندي هو مثل حبة القمح، هذه المعجزة التي حينما ترمي بها إلى الأرض فهي تتعرض إلى عملية معجزة أخرى، فهي تتعفن في الأرض ربما التي رميت فيها، إما أن تموت أو أن تجذب بعروقها في رحم الأرض فتسمو نبتة خضراء وتكون المعجزة الثانية. هذا ما أريده أنا في السرد، أريد أن أستعيذ عن البلاغة والتكلف في الكتابة بما يسمى ماذا أريد أن أبلغ، ماذا أريد أن أصل، كيف يمكن أن أساعد الولي والمربي والأب والتلميذ والأستاذ والباحث، كيف أساعده أدبيا على أن كل من يقرأ لي يستطيع أن تصله رسالة. أنا أريد أن أوصل رسالة وليست مهمة الكتابة، الكتابة من أجل الكتابة هذه لا تعنيني، أنا أريد صاحب قضية وأريد أن أوصل رسالة معينة، وقضيتي هي الإنسان، أنا فوق الحدود وقضيتي هي الإنسان في عمقه، وأنه يستحق الحياة، الإنسان يستحق الحياة، ونحن تشوهنا كثيرا وتعرضنا إلى إذلالات بشرية كبرى عبر كل التاريخ عن طريق كل الذين دجنون فلسفيا، والذين دجنون إيديولوجيا، والذين دجنون معرفيا، والذين ضحكوا علينا. الآن هو دور المبدع أن يأخذ المشعل من جديد ويحاول أن يعوض الأجيال القادمة على الأقل، أن يأخذ المشعل ليضيء. نعم. لا ليضيء. ولو أني يعني عندي السؤال مهم جدا، سؤال رائع، هل لديك سقف؟ نعم. هو أظن يعني عفوا شفتي ما أحلاهم بيحكوا على بعضه؟ رغم دي كتاب إحنا، كتاب إحنا. يعني لديه ما الذي اشتهر؟ اشتهر من التابوهات الثلاث في الأدب العربي، تابو الدين والسياسة والجنس. هل لديه سقف؟ نعم بالعكس، أنا أراه جيدا عندما أقرأ أولى مخطوطات كمال العيادي، لديه سقف أنه لا يكسر تابوها على الإطلاق مجانا. كمال العيادي منتبه، مش لغة استفزاز، لا لا لا، منتبه جيدا أنه كما قال هو يريد الإبلاغ، ومن ثم هو منتبه جيدا أن كسر التابوهات دائما مجاني لضرورة وليست مجانية، موجة. بحيث إنني عندما أريد أن أنزع كلمة من النص السردي لكمال العيادي لا أستطيع أن آتي بغيرها، ومن بدائل في القاموس العربي فهذه الكلمة إذا كان وجد غيرها لوضعها فورا، لأنه لا يريد كسر تابوها مجانا لوجه الله تعالى، موظفة في محلها. يعني في محل. احكي لي على أعمالك أنت بقى، أنت بتحسي نفسك روائية أما بتقرأ روايتك أما الشاعرة تطل يعني وتستقر أنا وتسيطر على الكتاب؟ أنا أحكي عن حاجة، يعني أنا قلت في حوار قبل كده صحفي في الأهرام أظن، أن كل ما ليس بشعر لا يعول عليه كثير. فأين سأهرب أنا من الشعر؟ لن أهرب بعيدا، ولكن ما حدث أنني نشرت هجوم وديع عام 97، ونشرت فتاة تجرب حتفها وهو الديوان الثاني عام 99، وكرمت كشاعرة، والجميع قالوا هذه هي الآتية بالفعل.
وحصلت على جائزة كريمة من الإمارات العربية في الشرقة، وطبع ديوان أكثر من مرة، كان جزء من الجائزة بالإضافة إلى الدرع والأموال هو طباعة الديوان في دار المسار، ثم طبع في القاهرة طبعا. وما كانش عندي مشكلة الحقيقة، يعني أنا في طريقي للصعود، أنا في طريقي للتحقق، وإنما لا أعرف لماذا فجأة وجدت أن الرواية معي، السرد معي أكثر تسامحا من القصيدة، وكأن القصيدة ضاقت على نفسها واتسع أمامي السرد ليكون أكثر تسامحا. فالرواية تقبل القصيدة وتقبل الموسيقى وتقبل السينما وتقبل كل أجناس الأدبية، تستوعب. وتستوعب الأغنية وتستوعب العدودة، تستوعب كل شيء. الرواية أكثر تسامحا، بينما الشعر ديكتاتور. الشعر يرفض. موافقة كوسر؟ طبعا لازم توافق. الشعر الشعر يلفظ كل ما عدا. في البداية يمكن العزيزة رشا قالت جملة جميلة، قالت نتعرف إلى الشعر بكونه شعر، أي أن الشعر ما لا يمت له بصلة يطرده على الفور، يلفظ. هذا ليس بشعر، أوت إلى الخارج. ومن عبر عن هذا الرائع الجميل وللمصادفة البحتة هو شاعر عمية، نجيب سرور طبعا. شاعر عمية، لكن أتحمل هذا البيت بالعمية المصرية لأنه هو الوحيد اللي عرف الشعر كما يجب أن يكون. قال الشعر مش بس شعر لو مقفى وفصيح، الشعر يبقى شعر لو مس قلبي وقلبك، ده الشعر بصحيح. فربما قريبة قوي من البيت، لكن نجيب سرور أدى تعريف للشعر. أنت تعرفين على الشعر عندما تقولين لي جملة جميلة، أنا أقول الله شعر شعر. وعندما أستمع إلى أكثر من جملة لا تمت للشعر بصلة، لا أستطيع أن أتجنى على الشعر وأقول أو شعر. تقنع نفسك أنه شعر أو تقنع نفسك شعر. أو المشكلة والمصيبة أو كثير ناس مقنعين مقنعين نفسهم اللي هم شعراء. لا ما كان في التباس شوي في الفهم. لا صحيح كلامك، صحيح. في كثير ناس مقتنعين أنه شعراء. زمن يغرب حاليا. ممكن تقرأنا القيم قصيدة ثانية؟ نقرأ قصيدة ثانية، بس أنا تعقيبا على كلام الأستاذة سهيرة عندي قصيدة عن الشعر، ليست بطويلة، ولكن أنا كمان، ولكن سأقول آخر مقطع منها وهو في نفس السياق. في الشعر لا بحر نؤثثه على موج، ولا زبد القوافي بماكث في أرض ماء، لا نثر نسيها ذكرتي بس بمعنى السياق هي رعشة لغير، يعني ينتهي هي رعشة لغير. فمتفقين يعني أكيد. والشعر كما قال نجيب محفوظ، الرواية هي شعر الزمن الحديث، صحيح. أنت بتحسي في هي فما شاعرية اللغة، شاعرية اللغة في القصة، في الرواية، في الفن، في السينما، فما شاعرية. لكن تبقى اللحظة الشعرية لا تختصب، يعني ليش الشعر دكتاتور؟ لأنه لا تستطيع أن تختصب لحظة الشعرية، الشعر يأتيك فتقتنصه وتصطاده. أنا عفوا، نبدأ خايفة للوقت يمضي، نحب ناخذ منكم أكثر ما يمكن. هو بيت للأمانة لخصها العظيم الكبير ومن أعظم شعراء الأرض، هو منور سمادح اللي مات على بعد خطوات كلمات. من هنا اللي مات الله يرحمه على بعد خطوات من هنا المسرح البلدي، قال في ذلك، قال فإذا ينصح الشعر، فقال فإذا ما عشت بينهم فلتعش للكلمات شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات. أحلى ما كتب كلمات هذا. الله يرحمه. شعر جميل. شعر. أنا يعني حضرت عليه. مو كان دائما في إدارة الثقافة ابن خلدون. طبعا. الله يرحمه.
صديقتي الثانية وهي صديقتي الأقدم، صديقتي تونسية وكانت تعمل معي، كنا نعمل في التخدير في قسم العمليات، و وعندما يسافر يعني مثل ما يقول المثل الفرنسي لوان دوكور لوان ديزيو لوان دوكور، بعيد عن العين بعيد عن القلب. هذه القاعدة لم تنطبق عليها، يعني بقيت وفية وقعدت أصدقاء أصدقاء جدا حتى أكثر مما كنت في تونس. فذات مرة كتبت لها هذا النص النثري أهديك صمتي إلى العزيزة سامية غالي. في زحام الكلمات أهديك صمتي أعظم رسولي محبة، لأن المحبة أكبر من كل اللغات، والصمت أفصح من كل ما يمكن أن يقال. إلى صديقتي التي لم تغرها الأيام برحيلي دمعة لقاء باسمة وقبلة تطرد خمول البعاد. لم أجد أعمق من صمت يجمعنا في عناق سنوي على عتبات صيف عابر في شرفات الوطن. بعيونك الجريئة المتحفزة لكي تضمني أتحدى كل عام نسياني وأنتصب كهرم قاهرا زمنا، وأجر السنين من ذيلها قصرا لأقف وإياك فوق ذروة أوقات جمعتنا. نتحسس خطى الحنين والذكرى ونمسك اللحظة بأصابع لهفتنا خوفا من فرارها الحتمي. أحسني لولاك أحيانا غريبة على أرض صداقات الوطن، كمن تجاوزته السنين أو كعائد يقف على طلل خيمة الراحلة. أنتظر عبثا أصدقاء ما عادوا يذكرون فراشتهم الحالمة وكركرات سبن غرير، تطلين أنت عزيزتي فتستعيد الموازين اعتدالها، تشرقين شمسا بلا قناع فتنقشع الوحشة فزعا من حضورك، تشرقين بلا غيم بلا كسوف، ساطعة كالصدق دافئة كما الوفاء، تصلين أمسي بيومي فيشرق الغد بداخلي، وتلملمين شتات أحاسيس المبعثرة في أصقاع الأرض ككلمات متقاطعة على رقعة الوقت، كأن الماضي عجز أن يحتكرك لنفسه، فلم ألتفت مرة خلفي لأبحث عنك، بل أجدك دوما أمامي تسبقينني وتقفين في انتظاري على مفترق الزمن، كأنك غدي الذي يختزل سنين عمري ويحمل في جيناته ملامح الحاضر والماضي والمستقبل معا. أختزل فيك كل الوجوه وكل القلوب، كل صداقاتي وأنصاف صداقاتي وأشباه صداقاتي ووهم صداقاتي وكل هواة النسيان، وأسامحهم من شوق قلبي. في كل عام تهدين إلي ماضي عمري وتحملينه في علبة قلبك المحصن ضد النسيان، تثبتين وجودي في المكان فأسترجع مكاني كأني ما تركته ذات وداع. فدعيني أهديك صمتي صلاة في حضرة الصدق الممنوع من الكلام، فوحده الصمت عزيزتي مترفع عن مملكة الكذب الآيلة للسقوط. ودع القلوب تمارس طقوس لغتها النقية دون ضجيج، لنزرع ككل عام زهرة جديدة في أرض لقاء آيل لفراق قريب. فأكبر أنت من كلماتي ومن كل صداقاتي، كأن فيك شيئا من ثلاثة حروف متخنة بالجراح، عشت عمرا أجمع أوصالها لكي يؤلف من نزيفي كلمة اسمها الصدق. دعينا نرهف القلب لحشرجات السكون حتى نفقه أصول المحبة ونسبر روح قوانينها الأزلية، ونسقي من رذاذها زهرة قهرت مسافات المكان والزمان، زهرة هي صداقتنا. فما عاد جيوجين في حضورك يغريني بمصباحه النهاري، وما عدت أحمله في وضح النهار لأبحث عن الأصدقاء، ففي عيونك نبع متجدد للوفاء وألبوم صور وعلبة للذكريات العتيقة، نفتحها سويا لنستنشق تجدد الزمن فينا ونرمق هزائم النسيان بانتصار المحبة. فدعيني عزيزتي أهديك صمتي في زحام الكلمات. شكرا. تحية لعزيزتي سامية غالي للوفية. أنتوا لسه طبعا أصدقاء وتشوف بعض. سهير أنت ما تحفظيش؟ لا أحفظ كل حاجة. طيب أقول لك رواية؟ سمع لك له الأبلز. لا هقول لك حاجات صغيرة كده
ربما من ديوان فتاة تجرب حظها. أول مقطع الفتاة. رباه تلك الفتاة عيناها شاخصتان إلى اللاشيء، يخايلها من اليمين جرم آفل، ومن الشمال عرش الشمس. لو لم يكن ذو اللحية البيضاء قاتلها، فلماذا يسحلها من عليائك لأسفل ذاك الدلع؟ الثانية عازف البيانو، دي مهداة إلى كمال عياد. يعزف بيانو؟ لا لا تعويض. أكان لا بد لكي أجدك أن تقص زوجات الغول من شعري بلادا كثيرة، أن يسألني كل بواب مدينة أجتازها عن ولع الروح في الجسد الشاهق وعن أحلى أسيرة، أن يلهو الأطفال في شوارع قلبي بأحذية غليظة، وأنت هنا طوال الوقت تعزف بأصابعي أغنية طويلة طويلة. جميل. جميل. أنا حضرت لها، عم تلقي الشعر رائع ساحرة. كمال أنا كتير خايفة لا يخلص علي الوقت، أنا في حالة نحب تحكي لي بقى، تحكي لي على باش ما نضيعوش الوقت، باش نرجع للماضي، أما نوصل لليوم لروايتك الأخيرة اللي هي مكتوبة بطريقة قلت لي هي طريقة كلاسيكية اللي تذكر فيها الشخص باسمه الحقيقي. أيوة. هو سبق لي لهذه الحصة أنه منذ 10 دقائق أو منذ نصف ساعة تقدمت هذه الرواية بمعجزة إلى جائزة كومار. الآن أنا لما جيت للحصة كنت في مبنى جائزة كومار وقدمت 6 نسخ لأنها وصلت بطريقة غريبة جدا، لأنها صدرت البارح من المطبعة وجبتها لي حياة الرئيس اليوم، 6 نسخ جابت النسخ في الطيارة. بين قوسين باش نفتح، ولو أنه كان موجود البارح أنا عم بمزح أنا ومنصف الوهيبي، قال لي أنا في لجنة التحكيم إذا ما ذكرنيش في روايته أنا باش هي من المصادفات الغريبة أنه البطل الشخصية الرئيسة في نادي العباقرة الأخيار هو المنصف الوهيبي، لأن هذه الرواية ألخصها تقريبا في أسطر قليلة، تتحدث على أنه أسطورة في القيروان تقول أنه كل 100 سنة ينجب فيها عبقري واحد. أيوة. وفجأة في هذه 100 سنة في وقت نفسه أنجب أو الوقت جاب 2 عباقرة، واحد اللي هو المنصف الوهيبي واللي هو أستاذ كان عمره 30 سنة، سنة 1983 كان عمره 30 سنة، فهو عبقري وكل القيروان أعطته المفتاح، فهم تقريبا لما حسوا أن واحد عبقري يعطونه المفتاح الرمزي للقيروان فيعترف به وتسمى باسمه، فنقول مدينة الحصري ومدينة ابن رشيق ومدينة ابن منصف الهابي إلى غير ذلك. واكتشف سنة 1983 أنه هناك شاب عبقري عمره 14 سنة يدرس عنده في السنة 3 ثانوي في معهد المنصورة، يجيئه وكان يخاف منه لأنه أسئلته غريبة جدا، فيجيئه هذا التلميذ ويقول له يجيب له دفتر أشعار صغيرة ويقول له يا أستاذي أريد أن تطلع على قصائدي، فالأستاذ طبعا يتشكك في تلميذه ويقول له يا بني الشعر أو الكتابة تمرس في اللغة، ذبحوا معناها ذبحوا. فالطفل العبقري اللي هو أكثر عبقرية حتى من أستاذه يشعلك الجمرة في قلبه ويقول والله العظيم سأكتب رسالة تدوم 30 سنة وهي عمرك كله.
ويمشي يضرب في 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 غابه الانسان وغابه 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 الثلوج والصقيع وروسيا والمانيا ومصر الى غير ذلك، ويقوض اساطير غريبه جدا، اساطير في روسيا واساطير في المانيا واساطير القيروان، ويعيد تشكيل الكون تقريبا من خلال رحله عذاب طويله جدا، وليست عذاب ولكن انه يعبئ ويقرف من امنا الحياه ومن اراضي مختلفه. وحينما ينتهي في اخر الروايه يقول، يبعث له رساله ثانيه ويقول له: سيدي هل تذكر هذاك، ثم هناك سلحفات طلبت غارت من الفراشه فطلبت من الله ان يهبها امكانيه انها تخرج من بيتها، فانزلقت فعلا بقدرتي قادرا وبمشيئة من الرب، فانزلقت عن بيتها وظلت كل اليوم وهي تلعب وتتمرغ في العشب وتطارد الفراشات وإلى غير ذلك وتلعب بالزهور، حتى إذا جاء الغسق وبردت الدنيا أرادت أنها ترجع لبيتها، ولكن الوقت كان قد نفخ في جسدها فتضخم ولم يعد البيت يسعه. فأنا قلت له في آخر الرسالة أو آخر الرواية التي أنهي بها الرواية، قلت له: يا سيدي إليك أسوار القيروان ومفاتيحها فقد ضاقت علي، لم تعد تسعني، حدودي أصبحت أكثر اتساعا، يا سيدي معك حق فيما قلته. وهذه الجملة التي أطردتني 30 سنة وضيعتني وشردتني بين الحدود حينما قلت لي: الكتابة تمرس في اللغة، نعم يا سيدي معك حق، الكتابة تمرس في اللغة، ولكن أضيف لك شيئا واحدا وهي حرف في الحياة أيضا يا سيدي. هكذا تنتهي الرواية. جميل جميل جدا جميل جدا جدا. أنا أحتار هلأ كيف بدنا نخلص. نحكي هيك بسرعة على علاقتك مع السياب. علاقتي مع السياب هي علاقة قديمة، يعني في مرحلة التأثر. سكنني من ناحيتين، من ناحية جمالية شعره، عمق المعاناة في شعره ومسيرة حياته، يعني المرض ونهايته لما يعني لا يتمو فقدانه لأمه. يعني كانت عندي معه علاقتين، علاقة شعرية جمالية وعلاقة عاطفية إنسانية، يعني من كثر معاناته. وكما قلت يعني في قصائد كان هيك يطل علي من بين سطورها لكنها لم تنشر. يعني لم حاليا عندك لا شعريتك الشخصية طبعا، وأنا طبعاً قارئة جيدة يعني أقرأ كثيرا. سهير، رواياتك اللي وصلتني، يعني أنا ما عنديش مع الأسف كل رواياتك، أما اللي وصلتني ما عنديش كثير، عندي 3 بس. أنت أتمنى أن أنا أعيش لحد ما أكمل 20 رواية إن شاء الله، لكن عندي 3 بس. لا حبيت أقول لك اللي ما تشبهش بعضها، حبيت أقول لك أنا عندي روايتين اللي أعطيتينيهم آخر مرة لما شفنا في معد مصر، له ما يشبهوش ما. ورحلة الضباء وبينهما ميس إيجيب، هذا العنوان. أنا ما أخذت. احكي لي العنوان هيك دمه خفيف، ميس إيجيبت. ميس إيجيبت يعني ربما كتبوا على ذكر محمد، هذه مكتوبة كتبوا على ذكر محمد، كتبوا عنها الحقيقة على إنها ثلاثية، يعني يحدث أحيانا أن تكون ثمت امرأة هي رمز الجمال، هي رمز أن تكون وتستحق لقب ميس إيجيبت. الرواية تبدأ بأنه ثمت جريمة قتل وتقتل هذه المرأة ويتم التنكيل بها وتعذيبها والتنكيل بجثتها، وثم يتم البحث عن قاتل هذه المرأة إلى أن يعرفوا أنه سلفي متشدد يعني في النهاية. هذه هي حكاية الرواية. يعني اسمها جمال، جمالها اسمها بما معناه يعني. ميس إيجيبت هي ملكة جمال مصر معناها. يعني زي ميس يونيفرسال. هو قتلها لأجل جمالها يعني إنه. طبعاً. هو متشدد، هو يرى أن مسابقات الجمال هي فسق من هالمنطلق. وهي لا تناسب هذا وكلها بحث عن من قتل جمال هذا البلد في الأساس. إذا جاز لي أن أخذ شوية من مقالات النقاد وأستند إليها، فرمزية أن ليست فقط ميس إيجيبت هي القتيلة، ولكن مصر، الرواية مكتوبة
بالمناسبة سنة 2008 يعني قبل الربيع العربي والثورات، وكنت في حالة يرثى لها، وأنا أرى أن مصر لا تتقدم إلى مكانة تستحقها بالفعل. فمسيجي الترمز طبعا كانوا يخنقون القصيدة، هي القصيدة هي مكتوب بطريقة شاعرية مش بوليسية طبعا. سهير ربما قدمتها شوية بطريقة بوليسية، ولكن هي أكثر منها رمز. الشعر هو عمود فيها، عمود رئيس الشعر، رمز لغتها شعرية طبعا، شعرية طبعا. وشعر ورمز. وفي النهاية خالص تساءلت من هم المسؤولون بالفعل عن قتل مصر أو مس إيجيبت. مس إيجيبت في الآخر خالص بطريقة ما بوليسية سيكتشفوا أنهم من كسروا التماثيل في باردو، أنهم من ينغصون علينا حياتنا يوما بعد يوم بدموية منقطعة النظير، من اقتل الجمال وبعبثية. وبالفعل كأن رحلة الضباع ومس إيجيبت، مس إيجيبت تحديدا وله أبلسة بالفعل، كم قيل لي من قبل النقاد أنهما كان بمثابة نبوءة استشراف مس إيجيبت يعني بهية. أيوة تستطيع بالزبط. تكون هي كل بالزبط. الأنثى الجمال تستطيع الحقيقة. تكون كل أنثى جميلة يتم اغتيالها قبل أن تتوج كملكة جمال. شو مع الأسف أنه إحنا عنا ساعة ونص عم نحكي، لسه عندي دقيقتين ولا ثلاثة بتسمحوا لي أني نهدي لكم أغنية، كنت نتمنى أني نهدي أختي أغنيتين لصديقتك اللي أنت تحبيها، أما رح نهدي لك علي قرى لعلي. الله. في الدنيا الكبيرة وبلادها الكثيرة لفيت ومصر تعشق ولاية التونسية. هناك مصرية وتونسيان فعلي الكلمات والألحان مصرية وصوت تونسي. أسألها خلطة علي ملكة في مصر أيضا. ملكة في مصر أنا كنت أتمنى أسألكم فيها مزيج كوسر مصري. علي مش ملكة بس، علي تغني الأغنية الوطنية التي تغنى كانت صراحة. في الشوارع وفي الميادين بني وطني بجاي. كنت نتمنى أنتوا اثنين أسألكم كيف يكتب الكاتب في المهجر، أما وعد لما بتاخد روايتك الجائزة تكون ضيف. إذا أخذت الجائزة أنا في كل عندك حب وكرامة. لا عندي عرضين أرضا، إذا أخذت الجائزة بتكون ضيفي
بشان رحب بيك، واذا ما اخذتش ضيفي باش بتكون يا ربي ما تاخذهاش يا ربي احسن عشان ترفع لك معنوياتك. ايوه انا حب يعني وكرامه لا حب وكرامه في اي وقت انا لاني نتبعه في الصالون هذا نتبعه فيه واحنا في مصر ودائما ونحن نتدفى على هذه الحميميه والدفى. اخر حلقه شفناها متاع امال مختار والف يوسف وكل الحلقات تقريبا احنا نتبعوها كل ما تسنى ايضا لان الوقت الى غير ذلك نتبعوها لانها خاصة أيضا تشي بكل ذلك الحميمية والدفء واللغة البسيطة الغير متكلفة. ثم طريقة تقديم هذا أنا أحيي هذا البرنامج وأنا أعلنها في كل وقت أنا مستعد حبا وكرامة أني حتى ناخذ طيارة ونجينا وعلى حسابي طبعا كلمة لا ممكن على حساب التلفزيون ليش أنا البرنامج هذا أنت وش اسمه والله عندي من يوم اللي عرفت اللي انتم جايين وانا عرفت البرنامج وفرحت كثير لانه انا وكثر معجب احنا اصدقاء على الفيسبوك وحصلنا الشرف تعرفنا ايضا على احنا اصدقاء على الفيسبوك. حتى نلتقي في المره القادمه اتمنى لكم اطيب الاوقات. في الدنيا الكبيره وبلادها الكتيرة لفيت La vie n'est pas une scène et j'avais beaucoup de la peine ces gens qui riaient sans savoir c'est bizarre car ma